الزفلاون، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران نتمازيغ. في الحلقة هذه واللي هي تتبع السلسلة متاع إيزوران نتمازيغ بنميزها، وزي ما شفتوا درت القرواطة اللبسة باش نميزها كذلك بالخلفية عن باقي الحلقات ولو أنها تتبعها. الحلقات هذه حتكون عن ألفاظ وتعابير ومعاني مرتبطة باللباقة الأتيكيت باللغة الأمازيغية. طبعا زي ما تعرفوا في الأمازيغية اللباقة في الكلام وفي الفعل اللي هي أودوس، واللباقة في الكلام فقط هي أفولس. وهني بنتكلم على اللباقة بجميع تنوعاتها وعلاش وكذا، وبنجيب الكلمات وربما نتكلم شوية في جذرها أو تبرعاتها أصلا. أحيانا لا نستطيع أن نحضر الجذر، ولكن على الأقل نشوف الكلمات المرتبطة بها. الجذر سهل معرفته، ولكن قصدي الارتباط الأكبر لهذا الجذر والجذر الأولى له. تسمحوا لي نقول لكم أن اللغة الأمازيغية تتميز بكم هائل من الألفاظ المعبرة عن تأدية التحية، الوداع، الرفع من الشأن والتقدير، الاحترام، وألفاظ أخرى كثيرة جدا اللي نقدر نحطها تحت هذا البند من اللباقة. يعني اللي يزيد من تميزها أن تلك الألفاظ قد تستعمل في عدة مواقع بمعاني جدا مختلفة، بل أحيانا متناقضة، وهذا جبوه بروحه بمجرد تغير حرف المعاني. وهذا كذلك حيضطرني أن نجيب جمل ونشرح بها هذه الألفاظ. يعني الحلقات هذه حتكون مختلفة شوي على الحلقات اللي فاتت. طيب، هني الحقيقة وجب القول أن اللغة العربية أثرت بشكل مباشر وبغير مباشر وبشكل كبير جدا في الشعوب المسلمة. فنجد مثلا استعمال شكرا عند كل تقريبا من نعرف من الشعوب، مثلا زي الأتراك، الفرس، الهنود، الباكستان، الملاي، حتى الشعوب المجاورة لهم اللي مش هنسميها كلها واحدة بواحدة باش ما نطولوش، يستعملوا في لفظة شكرا في عدة أشكال. فمثلا الحقيقة نتكلم بعض هذه اللغات، نقول مثلا شكريا، تشكر أدرم، تشكر لار، شكرا كما هي. بل نجد حتى اللي ما يستخدموش في كلمة شكرا زي ما نقوله شرق، أو حقيقة شرق أفريقيا ومن ضمنهم شعوب النوبة، فمثلا يقولوا إداو بركة بمعنى اللي هو الشكر، وهذا كله واضح تأثير الديني في هؤلاء الناس. والتأثير الديني راه واضح وصريح عند الجميع، يعني حتى الأمازيغ مش مستثنين من هذا الموضوع. الألفاظ الدينية تكون دائما مستعملة ومشاعة لأغراض دينية، وخاصة لما مرتبط بالحمد والشكر والصلاة وإلى آخره. فالألفاظ هذه لكن اللي يميز اللغة الأمازيغية، وسامحوني نقول لكم، اللي هو قضية اللي يميز الأمازيغية، شو بنقول لكم، يعني هي أن فيه مجموعة من التنوعات الأمازيغية ما زالت تحافظ أو ما زالت محافظة على، فعلا ما زالت محافظة على الألفاظ هذه. فما نجده في هذا التنوع نجده في التنوع الآخر. فمن هذا الباب أنا جمعت المجموعة الألفاظ هذه كثرة والتعابير باللغة الأمازيغية اللي هي الأتيكيت هذه، وبنحطها لكم في حلقة. أنا لازم نقول أن الفكرة الأساسية في هذه الحلقات هي لأختي نوميديا أولتمادي اللي تبحث كثيرا في القضايا الأنثروبولوجية للشعب الأمازيغي. كذلك زي ما قلنا مش فيه ألفاظ يعني تغير، ضاعت في بعض التنوعات وبقيت في أخرى، ولكن الرجوع إليها بسهل وبسهولة. وزي ما قلنا قبل شوية مش متكلموا عن الشكر، فلعل من الأنسب الحديث عن كلمة شكر في الأمازيغية ونشوف شو مقابلها اللي هي شكر بالعربية وشو مقابلها بالأمازيغية. وهذه هي زي ما أنتم تعرفوا أكثركم هي تنميرت أحيانا بميم مهملة وأحيانا بنون مشددة. انطلاقا من جبل نفوسا نلاحظ أصل واستعمالات هذه الكلمة والتي هي من الجذر النمر اللي هي يان يام يار. نتجه مباشرة إلى أمازيغ الجنوب ونشوفه مثلا عند أهوغار وغيرهم تنمير تعني تنمير تنمير وهي الشكر وجمعها للإكثار منها يعني. وفي نفس اللفظة نجدها في إغدامس، نفوسا، مزاب، ورقلة، وإن كانت عند الثلاثة الأخيرين تعني البركة، فيقولون تنميرت باب ربي أي أو تنميرت ياكوش بمعنى بركة أو التبريك الإلهي أو ببركة الله. وقد تستعمل في العزاء
لاحظوا معايا هني شوفوا الفرق. قد تستعمل في العزاء بمعنى المواساة، كما في نفوسنا نقول تنميرت أفي غفاون النون، يعني عظم الله أجركم في الميت، حرفيا البركة في رأسكم. إذن هي تستعمل قبل الشكر بمعنى البركة، ويمكنكم رؤية الصلة بين البركة والشكر هنا بوضوح، يعني زي ما بالعربي نقول بارك الله فيك يعني التبريك. هناك استعمال أقدم لكلمة تنميرت اللي هو الجذر عفوا نمر، وربما يكون بعضكم بعيد لكنه حقيقة واحد، هذا يكون مادي وهذا يكون معنوي. بمعنى مثلا نجم أنا مر تستعمل بمعنى الوفرة والكثرة في المحصول وغيره، وكما يفكر الأولون فهذا المحصول هو بسبب البركة، إذن انتقلت لتعني البركة، ومن ثم انتقلت لتعني الشكر، الارتباط بين اللفظين تقريبا واضح. يعني الإنسان ينتهي بالمعنى المادي ثم المعنى المعنوي. تسمحوا لي نقول لكم ملاحظة جانبية من دائما نتكلم عن الموضوع هذا والناس القدامى. قمت زمان بمسح للحصول على بعض الأسماء الذكور والإناث في البحوث الأركيولوجية وكتب التاريخ القديمة زي السيرة الإباضية وغيرها في شمال أفريقيا بالذات، فوجدت أسماء كثيرة. ولكن في البحوث الأركيولوجية اللي هي ترجع لألفين عام وأكثر، وجدت أن في النصف الجنائزية بالذات أن أكثر الأسماء شيوعا عند الليبيين، وأنا متأكد في كل شمال أفريقيا كذلك، اللي هي نامير، مير، نومر، يعني مشتقات يان يام يار، وكلها تعني البركة. وكل مشتقات الحياة كذلك لقيت من الألفاظ يعني يدر، ييدر، إيدر ونحوها في هذه الأسماء الجنائزية. يعني شو بقولكم، يعني استخدام هذه الألفاظ والبركة والتبرك الأخيره لازم للإنسان الأمازيغي منذ القدم. ولهذا بعد هيك شك، هذا شك مني، أن بعد دخول الإسلام تجد كذلك ما يقابله بالعربية من أسماء عند الأمازيغ، مبارك، بركة، بركة إلى آخره من الأسماء اللي هي معممة عندنا بكثرة. إذن هذه معليش هذه جانبية، خلينا نولوا لتنمير. فنجد اسم الفاعل أسنمار وتاسنمارت، وهو الإنسان الشكور، بل أحيانا نطلقها حتى على المخلص، أسنمار وتاسنمارت هو الإنسان المخلص أو الشكور، اللي هو الإنسان عرفت الصلة بين الشكور والمخلص، الإنسان اللي مخلص لك يشكرك وإلى آخره، يعني على ما قدمت لها. ونجد صيغة الجمع لتاسنمارت وهي أعطي، تعطي وتتصدق بها على الميت. فمثلا نفوس مزاب ورقلة، يعني نجد مثلا نمر و يا الحقيقة تنمر تعطى الأعطي على الميت بمعنى يتصدق بها على الميت، وتستخدم كذلك كفعل سنمر ونمر، من اللي ذكرت نمر وسنمر تستخدم بمعنى الكثرة، وتنمير تستخدم كذلك زي ما قلنا بمعنى الأعطية، تنميرين يعني كأنه شفاعة أو طلبا للبركة للميت، فتقدم هذه تنميرين كشرب، بل حتى للطلب على فكرة قبل الدعاء للشفاء أو طلب غرض من أغراض الدنيا تبدأ بصدقة وتسميها تنميرين، ثم تدعو الله لعله يعطيك هذه الأشياء. وهي وكذلك نجد لفظ زي مثلا أنمر، أنمر ربما يكون من جذر مختلف، لكن هني فكروا معي هذا راه جذر قديم جدا. فأنمر يعني السرور، البهجة، ولعلها ترجع لنفس الجذر اللي هو اليان واليام ويار، وهناك من يرجعها ليام يار. حقيقة لا يمكن الجزم هنا، ولكن حبيت أني لتشابههم في المعنى وإلى آخره. وطبعا أكيد تعرفوا أنتم ابن تومرت وابن تونرت من الأسماء القديمة، ابن تومرت بتاع الوحيدين، ونعرف أن تومرت هنا تعني السعادة، يا فرحتي يا سعادتي على ابنها يا سروري إلى آخره، فسمته ابن تومرت تومرتينو. فابن تومرت هذا يعني فهمت قصدي، يعني شن يربط اللفظين هادو احتمال كبير جدا، وهذا مش موضوعنا هنا، ولكن خير حبيت اننا نجيبها ونحطها في السياق، ولعل نقوم في المستقبل ببحث اكبر في هذا المجال. ولعل كذلك وجب القول ان انا مار هو الانسان السعيد.
طبعا زي ما تعرفوا فيه ألفاظ أخرى في اللغة المازيغية تعني الشكر من قبيل تميت، وهي مخصصة في الغالب بشكر الله سبحانه وتعالى وشكر الرب، أي بمعنى الحمد. ولا يمكن أن تقول تنمرت إي ربي، بل تقول تميت إي ربي، ولكن تقول تنمرت ربي بمعنى بركة الله لي أو للآخرين. وهنا تحدث عن حروف المعنى والفرق بيناتهم. فقلنا تقول تنمرت ربي كما أسلفنا، ولكن يمكن أن تقول تميت ربي، يعني تقدر تقول تنميت إن ربي ولا تميت إي ربي، وتقول تنميت أف إغفاون ون من باب الدعاء حين العزاء ومن بابه وحده فقط، وتقول تنميت نك أي شكرا لك وحرفيا بركتك. إذن تنميت عندما اختم في تنميت أقول كيف نجاوبوا تنميت؟ نقول فوميا وآميا تعني لا شيء أو الصفر أو العدم، فكأنك تقول لا تشكرني على شيء، لا تشكرني على ما لم شيء لم أصنعه أو شيء من هذا القبيل تواضعا يعني. وهناك رد آخر هي أولي لي أغيليف أو لا أولاش أغيليف، بمعنى أغيليف اللي هي تعني الكرب والحزن، وهي حنتكلم عليها بروحها في وعن مشتقاتها. إذا كأنك لم تقل لم يعني لم تكدرني حتى أقوم بهذا الشيء. إذا هناك ألفاظ أخرى زي مثلا أولي لي ماخ، أي بمعنى ما فيش علاش أو ما كاينش علاش على كلام المغاربة أو الجزائريين كذلك. إذا في الختام نبي نقول أن الزول من زكين استكير زد دقير زد سمحتيد سرفتيد ممك تسيدد أهو الهولان بتة الليد ممك تليد ممك تجيد ما يجان ما يتعنيد. طبعا والجواب دائما يقول يلهاي شناي فولكي داصبيح يزيل وإلى آخره من الألفاظ هذه، وهذه كلها حنعرج عليها ونتكلم عليها في الحلقات القادمة عن الأتيكيت باللغة الأمازيغية. أقول لكم انتفات أو أرتم ليليت، وأضيف هذا للقائمة حتى هي اللي بنتكلم عليها في المستقبل، تنميرت نون، وها نحن ختمنا تنميرت بي تنميرت.